هؤلاء رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى برنامج من المدينة النبوية المنورة، وباعثتها إحدى المستمعات من هناك تقول: أختكم أم أنس من صعيد مصرية. أختنا تقول في رسالتها ثلاثة أسئلة. أول سؤال يقول: بفضل الله تعالى كنت أنا وزوجي من حجاج بيت الله الحرام، وبفضل الله قمنا بكل المناسك كاملة، ولكننا لبعض الظروف اضطررنا لعدم المبيت في منى، ففي أول أيام العيد قمنا برمي جمرة العقبة ثم تركنا منى، ثم عدنا في المساء وكنت مريضة، ويعلم ربي أنني لم أستطع الجلوس أكثر من نصف ساعة أو ساعة فقط، فاضطر زوجي أن يأخذني ويعود بي حيث كنا نسكن في مكة، ولذلك ذهبنا في اليوم الثاني عند منتصف الليل، وكنا نجلس قليلا ثم نعود لسكننا، فلا أدري هل علينا شيء في هذا أم أن حجنا سليم، وإن كان هناك نقص فماذا علينا أن نفعل ليصبح حجنا كاملا، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المبيت في منى ليالي أيام التشريق بالنسبة للحاج واجب من واجبات الحج، لا يجوز تركه إلا لعذر شرعي، ومن تركه فإن حجه صحيح، ولكن يجبر ترك المبيت بدم جبران. أما ما ذكرته السائلة من أنها مريضة وأن زوجها اضطر إلى أن يذهب بها إلى السكن، فإذا كان الواقع كما ذكر وأنها لا تستطيع البقاء في منى وأنها بحاجة إلى أن يصحبها زوجها ليمرضها، فليس عليهم مبيت في هذه الحالة لأنهم معذورون. أما إذا تركوا المبيت من غير عذر فإنه واجب من واجبات الحج، يجبر بدم، وهو ذبح شاة في مكة تجزي في الأضحية وتوزع على فقراء الحرم، ومن لم يستطع ذبح الفدية فإنه يصوم 10 أيام. الحاصل أن هذا راجع إلى حالتكم في ترككم المبيت، فإن كان ذلك لعذر المرض ومصاحبة المريض فإنه عذر شرعي يسقط معه المبيت. أما إذا كان لغير عذر وإنما هو تساهل فإن هذا الواجب الذي ترك يجبر بدم كما ذكرنا.